كثير من السيدات يتسألوا سي اون كيستيون كي وين نزيد في الكلينيك في لوبيتال وين. الان يعني النصيحه اللي نمدها للمشاهده الكريمه لي بريمي بار اللي الحمل تاعهم المره الاولى، انا دائما ننصحهم بالولاده في مصلحه توليد مستشفى لوبيتال. لماذا؟ لان لوبيتال فيه كل العتاد وكل اللوازم سي اون كومبليكاسيون، ونقولوا عندهم هذيك الخبره راهو ما يولدوش حمل مره في النهار. خليني كذلك باش ما نغلقش الباب على النساء اللي يحبوا لي كلينيك، يفو شوازير لا كلينيك اللي فيها ان بلوك، لا كلينيك اللي فيها ان بون سيرفيس دو ريانيماسيون نيوناتال، معناتها لي كلينيك اللي يكونوا مجهزين ما فيهاش غير واش لازم للولاده وفقط. لي غروند ملتي بار، الولاده الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، معناتها سي اون فا دونز نعرفوا باللي جينيرالمون لاكوشمون ما يكونش فيه تعقيدات، ما نخافوش. ولكن انا ننصح يعني كل المشاهدات باللي الاول سوا تخيري مستشفى ولا تخيري اون كلينيك بيان ايكيبي، هذا بالنسبه للخيار نتاع العياده.